كوكاكولا تقرر توسيع نشاطها وفتح أول مصنع لها في قطاع غزة المحاصرة، مصنع سيوظف أكثر من 120 عاملاً بمبلغ استثمار يقدر ب 20 مليون دولار. وكان المصنع قد افتتح بشكل جزئي لعدة أشهر قبل أن يبدأ عملياته الإنتاجية بشكل كامل في افتتاح رسمي. يعني بتصور أنه هذا استثمار، وأي حد حماس أو غير حماس أو من هو قائم على البلد أو مفروض يرحب بهيك استثمار، هيك استثمار ضخم، شركة عالمية، فرص عمل تنفتح للبلد بغض النظر قديش حجمها، بس في الأخير بتساهم في خفض البطالات الموجودة مرتفعة. الكل بيعرف قديش حجم البطالة الموجودة بغزة. سكان القطاع استحسنوا المشروع واعتبروه خطوة للقضاء على البطالة ومصدر رزق جديد للعاملين به، وسيشكل المصنع دفاعا لاقتصاد غزة المتعثر جراء الحصار الخانق الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلية على القطاع منذ عام 2007. هي يعني ممكن تساعد كتير شعب غزة في ظل الظروف الموجودة، انه تفتح مصدر رزق لكتير ناس، تحاول تخلق فرص عمل للشباب الموجودة، تحاول تفك الأزمة الموجودة عند الشباب وحالة الإحباط. فشركة كوكولا هي فكرة كتير كويسة انه تعمل توسع المشروع تاعها، وان شاء الله ربنا يوفقها. هي شركة وطنية واحنا معها. ويمتد مصنع كوكاكولا الجديد في غزة والذي يتبع معايير الجودة العالمية وشهادات المقاييس التابعة لشركة كوكاكولا على أكثر من 15,000 متر مربع، ويتضمن خط تعبئة بقدرة إنتاجية تصل إلى 36,000 زجاجة في الساعة من مختلف مشروبات كوكاكولا التي سيتم توزيعها على كل مدن وقرى القطاع.